اوتيل سيجل من اقدم واشهر الاوتيلات في الغردقه، هو في وسط البلد بالظبط، وزي ما انتم شايفين ده الريسبشن بتاعه. انا صورته لكم في الوقت الفاضي، لكن احنا اول ما رحنا كان بالضرب، كان زحمه. فده كده الريسبشن زي ما انتم شايفين، وده المطعم برضو. كل الاوقات اللي بصور لكم فيها والدنيا فاضيه كده بنزل في الوقت اللي ما فيش فيه ناس، وسواء وات ايفر الصبح او مش في وقت الاكل او كده، علشان تشوفوا الحاجه من غير الزحمه. لكن في العادي الاوتيل كان زحمه جدا جدا جدا. الاوتيل حلو قوي قوي قوي، ما فيهوش اي حاجه ناقصه، وفي بدل البول 3، وفي بدل البيتش 2، بصوا، وفي الاكوا بارك، والمكان بتاع السناكس فيه بدل المكان الواحد 5، وده الريسبشن. في بقى ترابيزات بلياردو، وبرده المكان بتاع المشروبات ريسبشن كبير جدا. يعني بصوا الجزء ده فيه قده 3 مرات كمان قدام. وفي جاليريز بقى بتبيع لوح وبتبيع الاسنشلز او الحاجات اللي انتم محتاجينها في المصيف. دي الاكوا بارك، شايفين الدنيا زحمه ازاي، يعني يعتبر كمان ده مش زحمه قوي، ده كان وقتها في وقت الاكل فلسه في ناس بتاكل، الناس نزلت الاكوا بارك. واماكن للقعاد بره، وفي كمان بول للكبار جنب الاكوا بارك دي، بحيث لو اولادكم بيلعبوا وانتم جنبهم في البول اللي فوق على الشمال بالسلالم، وقعدات طبعا وكله. فزي ما بقول لكم هو في كل حاجه، بس انتوا نصيحه تحاولوا تروحوا في وقت ما فيهوش زحمه، يعني يكون وقت لو سيزن افضل بكتير، علشان تقدروا تستمتعوا بالمكان اكتر. لان انتوا عارفين طبعا مع الزحمه بيبقى في دوشه، ويعني كنا وصلنا لمرحله ان احنا في الريستورانت ما بنلاقيش مكان وقت الغدا، ما بنلاقيش ترابيزه ان احنا نقعد، مع ان الريستورانت كبير جدا جدا. ده بقى البار بتاع السناكس والمشروبات، بيبقى ليكو طبعا هو بيبقى all inclusive، بيبقى ليكو 2 سناكس مرتين في اليوم، والمشروبات طول اليوم زي ما انتوا عايزين، وتفر بقى حاجات ساقعة سخنة زي ما انتوا عايزين. واحنا كده بقى داخلين على المطعم، ده وقت الفطار الصبح. صراحة المطعم مفهوش ولا حاجة ناقصة، والسيرفيس تحفة وفظيعة. على اليمين زي ما انتوا شايفين كل الأصناف، وعلى الشمال المخبوزات والمعجنات والعيش، وقدام الجزء اللي قدام الكورن فليكس والمربات والعسل والكريب والحاجات دي، وده جزء اللي برا بتاع الجبن والفروت سالد والزبادي. وطبعا لما كنا داخلين في الاول بقى حاجات الفطار كلها موجودة، الفول والطعمية والبيض المسلوق والبيض مقلي، كل حاجة تتخيلوها، والخضار كله كله. في الغدا مش عايزة اقول لكم، والعشاء اصناف تحفة. طبعا انتوا بيبقى all inclusive ليكو 3 وجبات في اليوم، فطار وغدا وعشاء، بلس السناكس زي ما قلت لكم مرتين، بيبقى سندوتشات تونة او سندوتشات شاورما او تشيكن وينجز، كل مرة سناك بحاجة مختلفة. يعني زي ما انتوا شايفين مفيش حاجة ناقصة. والمشروبات بقى اي نوع مشروبات زي ما قلت لكم، شاي، نسكافيه، الحاجات الساقعة، بيبسي، 7 اب، شاري كولا، الحاجات دي. وده بار المشروبات البيبسي والكولا وكده في الريستورانت. ده كده وقت الفطار، شوفوا المطعم لذيذ ازاي، وباين منه فيو الاكوا بارك. انا بقى كنت بحب انزل في وقت الصبح الهادي قبل ما الدنيا تتزحم شوية. وصورت لكم بقى المكان والناس لسه في المطعم الصبح الساعة 9 كده. ده البول بتاع الكبار زي ما قلت لكم، شوفوا قد ايه حلو، تخيلوا بقى انتوا الدنيا فاضية كده وهادية. وده جزء الاكوا بارك بأجزاء القعاد اللي جنبه.
والاوض حلوه جدا، الاوض حلوه والسيرفيس برضو فيها حلوه. الروم سيرفيس يعني صراحه كانوا ممتازين جدا في كل حاجه، واي حاجه بنطلبها بيعملوها لنا. وتفر عايزين تزودوا مخدات، عايزين تزودوا سرير للاطفال، وده جزء الاكوا بارك. جزء الاكوا بارك امن جدا للاطفال، يعني ما تقلقوش خالص وانتوا سايبين اولادكم فيه، وممتاز جدا جدا. بعد كده بقى طلعنا على البيتش. البيتش فيه منه جزئين، ده جزء اللي هو متحوط بجنبين كده، وفي جزء تاني واسع وكبير خالص، بس انا كنت بحب اقعد في الجزء ده عشان هادي جدا. شوفوا قد ايه مريح للاعصاب، وصوت الميه مع الهوا هادي. وكان جنبه كمان زي ناس بتاخد كورسز للغطس، لو حد حابب ان هو ياخد كورس للغطس. كمان الاوتيل فيه محلات حلوة، في منها اسعارهم حلو جدا جدا، يعني اسعارهم اقل كمان من برا الاوتيل، وفي منهم اسعارهم غالية. فانتوا لما تيجوا تشتروا اقعدوا اسألوا كده. يعني في جزء المحلات ده، وفي جزء كمان قدامه على اليمين قدام غير دول، فانتوا تسألوا على الحاجة في كل المحلات علشان تقدروا تجيبوا الحاجة بسعر حلو. الاوض زي ما انتوا شايفين في منهم اوض بتبص على البول وعلى الاكوا بارك. احنا الاوض بتاعتنا كانت بتبص على بول تاني كده الناحية التانية، وكانت الاسانسور بينزل من الاوضة على المطعم على طول، فده كان حاجة حلوة قوي. ده ليفل تاني للبول فوق البول الاساسي اللي انا وريته لكم، ده عشان ليفل للاطفال، والليفل اللي في النص ده برضو للناس اللي تعوم، لان هو 170 سنتي، والليفل اللي تحت خالص 2 متر. يعني هما البول 3 ليفلز، ده ال 170 اللي تحت 2 متر، ده كده ال 170 واللي تحت 2 متر، واللي فوق بتاع الاطفال اللي احنا شفناه. ده جزء كراسي وقعدات بره المطعم، عشان اللي حابب ياكل بره المطعم بالليل بيبقى الجو حلو خالص. وهو صراحة كان الجو تحفة، والمطعم حلو، والسيرفيس بالرغم من كمية الزحمة اللي كانت موجودة، لكن السيرفيس ما كانوش مقصرين، وما كانش فيه اي حاجة ناقصة. ايفن في الريستورنت وقت الاكل ما كناش بنلاقي اي صنف ناقص، ولا يقولولنا خلص، ولا ما فيش اطباق زي ما ساعات كان بيحصل في اوتيلات تانية بالرغم من ما كانتش زحمة. يعني شوفوا بقى الزحمة قد ايه بقى. وده بقى البار بتاع السناكس اللي على البول، ودي بقية الاعداد. وفي طبعا بولز تانية ومعاها وفيها اعداد تانية حلوة قوي. في بول تاني في ظهر البول ده متدرج كده في كذا طول. دخلنا هو على الريسبشن تاني عشان اوريكم بقيته، وشفتوا قد ايه محلات كتيرة فيه برضو، ده غير المحلات اللي على البيتش. وده جزء اللوبي اللي في اول الاوتيل وقت ما الناس بقى بتعمل تشيكين. بصوا الزحمة بتاعت الشنط والافواج اللي جاية. زي ما قلتلكوا احنا روحنا شهر 6، فانتوا حاولوا كده تروحوا مثلا شهر 5، اخر شهر 5 او اول 9، يكون الافواج قلت شوية. بالليل بقى حفلات، مش عايزة اقولكوا الشو تايم بيجيبوا كل يوم شو مختلف. ده شو التنورة، وطبعا بيبقى صراحة ناس بروفيشنالز اللي جاية، يعني مش حد مثلا من الفريق بتاع الانيميشن. وشو كان بتاع النار، وشو بتاع اللي هي الحلقات دي، وفي شو كان ميرورز ولايتس. فصراحة كان كل شو مختلف وحلو جدا. والصبح برضو فريق الانيميشن كان بيفضل يعمل زي اكسرسايزز وحاجات على البيتش والبول. فالصراحة الفندق كامل متكامل، ما فيهوش اي حاجة ناقصة، عجبنا جدا جدا. بس هي كانت الحاجة الوحيدة موضوع ان احنا روحنا في الهاي سيزن، فده كان الصراحة المفروض كنا نختار وقت ما يكونش زحمة كده. زي ما انتوا شايفين ده المسرح، ودي العروض، عروض حلوة جدا من ناس بروفيشنالز. بيبقى فيه مدرجات قدام مكان العرض، وبيبقى فيه قبلها كمان حفلة للأطفال
الأطفال بيبقى في أنيميشن جيرل معاهم تفضل تعمل حركات وهما يقلدوها، فكانت لذيذة جدا واستمتعنا الصراحة. ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو علشان تشجعوني اعمل لكم ريفيوهات اكتر واكتر. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي حالا، دوسوا على زرار الاشتراك وفعلوا زرار الجرس اللي جنبه علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي وكل ريفيوهاتي. بعمل ريفيوهات عن كل حاجة واي حاجة، فيا رب القناة تعجبكم، خدوا لفة فيها كده. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.